تفتيح البيكيني. بصي انا ككوكي انا ممكن اروح اقول لك هاتي المنتج والله الفلاني والعلاني هيعمل وهيسوي هيجيب لك بقى الايه اللي فيها من الاخر كده، بس انا مش هقول لك كده خالص. انا هقول لك على ثلاث اختيارات حضرتك هتعمليهم. ترطيب البيكيني بيبقى عايز حاجه واحده بس، او تفتيح البيكيني ترطيب، لازم ترطبي المكان. هديكي ثلاث اختيارات النهارده. نتكلم عن اغلى حاجه وهو السودو كريم. السودو كريم ده تحفه، خطير، قوي 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 قوي، لان هو بيرطب ترطيب غريب كده تقيل، لان مش بتحتاج غير فسفوسه بتغطي المنطقه كلها. الحجم دوت ب 175، تمام. دلوقتي مش عارفه بكام صراحه، بس انا جبت الحجم دوت 175 جرام وكان ب 175 جنيه، تمام. هديكي الارخص، الزنك اوليف حبيبي بقى، ده تحفه تحفه للتفتيح، لانه هيرطب جامد، في زنك وفي مواد كتيره، جليسرين وحاجات كتيره مرطبه خطيره، وسعره 35 جنيه من الصيدليه. حضرتك مش معاكي فلوس مخلصه وكل الكلام ده، نيجي للارخص شويه، بانسي نول 9 جنيه من الصيدليه، هيقوم معاكي بالواجب وبالزياده. انا كده اديتك ثلاث اختيارات لترطيب المنطقه، والترطيب هو اللي هيفتح لك المكان. لايك وفولو عشان اللي جاي احلى.